الكسرات وما نوريكم فين كندوز النار. السلام عليكم الخوت والحباب، ساعة سعيدة من عند عمي إدريس ورمضان كريم. راه اليوم النهار الثاني في رمضان، الله يفاجئ الله يعطيك. جات عندك نهار الأول في رمضان؟ واه ضرني راسي أخويا، حتى اليوم ضرني راسي القهوة وقاية. واه نعرف أخويا، المهم ضرني راسي. والمشاهدين الله يفاجئ على كل حبيب، والله يفاجئ على كل مشجون، والله يفاجئ على كل مريض، والله يفاجئ على اللي ما عندوش. الله يوجد لينا ولي والعباد كلها. هانتوما النهار كامل اخوتي، كنصليو الظهر ان شاء الله، وكنخرجوا البهيمات ونكسو، عمر ينكس وانا نخرج البقيرات ندور معاهم هما والنعيجات، حتى نصلي العصر هنا وكنمشيو ندخلوهم ونمشيو للدار. والعلف وتمارا وما لقيناش الخدام، الخدام ما لقيناش. دابا تمشي للدار بيضاء واحد اللي تمشي تبا تلقاه الخدامه كلشي يقول لك ما كاين ما يدير، تجي عند العربيه يقول لك ما لقيناش الخدام. اللي غايسرح هاد البهيمات ولا اللي غايوقف معاك في الكوري ولا راه والو. دابا اغلبيه ديال كاين شي دراري نعرفهم انا، والله شاهد عليا وانا صايب، إلا باغي الماكلة تعود طيبة من السماء، من السماء تعود عدو طيبة وينوض هو من الفراش، وهذيك اللي غادي يهز ياكل بها. والله ما غادي يهزك وما دار الرجوع ما بيناقص كاع، من كاين اللي كيدير براقص من الماكلة البلية كيضرب عليها 200 كيلومتر ولا 100 كيلومتر باش يجيب البلية. الله يعفو. ايوا حنا كنضربو تمارا انا وبا عمر، هانتوما كتشوفوها خوت، هانتوما تمارا ونضورو مع البهيمات. راه ماشي عاجبك انت عاودو ريا اي اي راه مشات حاو ضرب ضربة عمر. ايوا اللي طلع هو هذا الخوت الاحباب. هاو كاين راه واحد الجو، يا سلام مشاهدين، الله شاهد عليا لا واحد الجو، يا سلام الله شاهد عليا لا واحد الجو، يا سلام. اللي بغى يجي يدوز نهار مع بو ادريس انا راه بارك عبو حدي هنايا في هاد الصنيق. مرحبا بالجميع، مازال غادي نديرو لكم فيديو مع العودات ومع الجدوعه تشوفوهم ان شاء الله. ايوا ملي كنجيو مع الزواكه قد قد هي هذيك، مع الوقيته كنمشيو كنلقاو الزواكه قد قد مع ايوا هذا هو، هذا هو رمضان. رمضان سبحان الله العظيم، رمضان اللي كنا كنعرفو بكري، شهر رمضان اللي كنا كنعرفو بكري، رمضان اللي كنا كنعرفو بكري. وسي عمر رمضان اللي كنا كنعرفو بكري كيبدا الشهر ديال شعبان ورمضان دخل لك الدماغ. قول لي باش دخل رمضان، ريحه الشباكيه والريحه ديال ديك العطريه ديال رمضان، وبنادم كيبان لك في شعبان كيقضي غرض الوالده، كانت في شعبان كتقضي غرض ديال رمضان. والله شاهد عليا الجمهور الا كان واحد الجو، وحنا راه ما كنا كنتسحروا لا بمرقه لا والو، راه كنا كنتسحروا. الوالده كدير المجمر وكدير فيه العواد وكدير الفراح وكدير لنا البطبوط، كنتسحروا بالبطبوط والزبده ديك الروميه ديك اللي كانت تتباع عاديه ديال ديك المالقانين ياك هادي، والله ما تشبع منها. وكانوا بكري الحليب، كنا حنا كنا صغار كانوا نسخروا الدار نجيبوا الحليب، وهذاك الكاغط ديال الحليب كان فيه عرام ديال الزبده، 100 غرام ديال الزبده كتكون فيه. راه هادشي راه عارفو الجمهور. وكنا صغار كان النفار
ما بقاش النفار. فين هو هذا النفار؟ كيدوز نفار واحد ولا جوج دراري صغار كيدوز قنان فو مقبوعين من هنا كله من فوق اللي قنان فو حيت ما كيصوتش ديما ما ميتينش لي هذا القنان مع النفار كيدوز هذيك يومين قنان فو كيتنفخوا النفار قنان فو كيموتوا لي لا شتي تقول هذا ماشي نفار. كان عندنا احنا واحد الراجل الله يرحمه مسكين راجل كبير كبر معانا وكبرنا معاه كان يقول لي با المعاشي الله يرحمه مسكين كان غياط كيدور في رمضان و ودي المشاهدين ليا مشات الله يفاجئ بقى شي حاجه من رمضان دوك القدام اللي كنعرفو حنا ما بقات كدور ها هو دابا رمضان هو دخل والله شهد عليا الى صمنا رمضان سبحان الله العظيم مولف كتصوم رمضان عارف رمضان هذا رمضان تيقولك شي يقولك لا راه غادي يكون نهار الخميس شي يقولك لا غيكون نهار الجمعه وبنادم تلف والله الله يقاد البصر مع العمر وصافي عطا قالك راه غدار رمضان ولا في رمضان كتنوض لعش حاجه راه غدار رمضان وبنادم سبحان الله العظيم الله حال ما يدوم على حاله وتا هذوك الناس اللي كانوا يبيعوا الشباكيه كانوا خاصين عندنا في ضرب غلف شي صحراء والله يرحمهم راه ماتوا راه ماتوا مساكن كانوا كيبيعوا الشباكيه وكيدير الشباكيه وكيدير الطاقيه بعدا ومع هو الوين كيلبس دوك الطابليات بيضين وكيديرين هاد الحجاج مساكن راه ماتوا الله يرحمهم كانوا يديروا الشباكيه عندنا تما في ضرب غلف ومعروفين واحد الصحراوي مسكين الله يرحمه مسكين كان يدير الشباكيه عندنا في ضرب غلف كتعدوا على ردوز خضراء ويلي ويلي والنخوة والراس ديما في السماء ناس دازو الخوة أن الراجل دابا أباك إلا ما دخلتيش للدار في رمضان إلا ما دخلتيش للدار قبل من الزواكة وبقيتي من الزواكة والله لا فطرتي في الدار كيقول لك فين كنتي الحمار الأول فين كنتي يلا وريني فيكتي يلا وريني فيكتي والدين دازت عندهم صرخه واعره دازوا الرجاله دازوا الرجاله الوالدين ما كاينش كريشي واحد اللي كانوا عنده والديه وما كانش يخاف منهم قسما بالله الا كان الراجل كان الولد الا بغى يدخل وكان دار شي لافوت مع باه تيمشي يجي بجوج الناس من الزنقه يطلبوا باه باش يخليه يدخل للدار كاين هادشي سي عبد الله ولا كاينه اه كاينه يي والوالده طلب ملي طلب عليك امك حتى هي تاكل قتله تيري دسرتي وتيري درتيني وتيري فعلتيني وتيري تركتيني يوم الله راجل على راسي في السلاكه مع الماء يي ويلي ويلي الراجل كان بكري كتحير فيه قوم ويلا سخرك وما جيتي السخره هي هادي ناري 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 لا سخرك وما جيتي السخره هي هادي وعاشو فين تبات ويلي ويلي انا راه كندير لينا تابع ديال البقره مقطع من الراس بشاطيطه ديال والله العظيم ملي كيضربك يا عبد الله قسما بالله الا كتبقى مصوره فيك بحال النخله في ظهرك وشهرين ولا ثلاث شهور وهي كضر على التبره كتحس بالضر ما بقاش هذاك الشيء كلشي بنادم اليوم تبدل بزاف دابا كاين صاحبك والله الا صاحبك انا يعني شحال من واحد بالدنيا بقل من هي حاجه كنعرفهم انا صحابنا ديال بصح وما صدقوش معنا ما صدقوش معنا خسرتنا بينا وبينهم خسر بينا وبينهم تصرفنا معاهم في شي حاجه ديال التصرف ديال الفلوس وصدقوا معنا ماشي اصحاب ولا صدقوا معنا ما عاد شي حاجه بغيت نقولها ما فهمتش انا ما بقات لا صحبه ولا رجولة ولا والو ولا واحد حسين السلاوي الله يرحمه قال واحد الكلمة زوينة ورا قالها على هاد الزمان اللي حنا فيه دابا قالها خلي حدي راسك ليكون فوزوا بك القومان يا فلان راه القزارة مجبدين ها هو دابا ضربت البقرة ضرب البقرة حاو سمعتيني يا سي عبد الله نعم الجزائر مجبدين هاو دابا ملي ولا اللحم داير 90 درهم و100 درهم
وثمانين درهم. راجلي كياكل الحمرة وما تدريوش، واسي عمر لي كياكل اللحم راه ما تدريوش. قولي علاش كياكلوا اللحم؟ علاش ما تدريوش؟ واحد لاباس عليه كيشوف الطبيب كل 15 يوم كل 20 يوم، الطبيب كيقول لي بعد من اللحم. درويش كتدي تيطيح كيموت، كيجي الطبيب يقول لي مابقاش تاكل اللحم، كيجي لدار صاحبو انت بقيت يا بو مال. اقول الله يلعن والدي، دوز هادو قال لي الحي اللحم واش غنى كرطون الدراوش هما اللي كياكلوا اللحم. الدراوش اليوم سي عبد الله هما اللي كياكلوا. والله الله العظيم انا دابا اللي داول معاك وما كان اللحم في الحريره والله ما نشرب اللحم، ما كانش في الحريره ما نشربهاش، ولا ما كانش حريره ما نفطرش، واخا نشوفها بعيني. هادشي يا سي عمر اللي مولف شي طبيعه راه مولفها، والله يفاجئها الاحباب وصافي. نهاد رمضان انا سبحان الله العظيم وسريع، هيا يومين دابا داز في رمضان باقي كاع شعبان ما عرفنا امتى داز. انت قالك شعبان راه والله يدير الخير امين، الله يفاجئها. اللهم امين. اخويا مكرهناش نضربهم ولكن تيران ناتيلي والجمهور الله يفاجئها الاحباب، والله يتبقى باقي على خير، والله يسقي شي من شي، والله يفاجئها الاحباب. قطع الله يدير.